مرحبا. برنامج الحناوي برنامج عملناه في عام 2005. كان الفكرة من البرنامج أن نغطي نواقص برنامج الحسابات العالمي الكويك بوكس. إحنا سيرتيفايد بروفيشنال أدفايزر على برنامج الكويك بوكس. بدأنا نبيع البرنامج في العام 98، برنامج الكويك بوكس، ولكن احتياجات مختلفة من المستخدمين كان لهم طلبات لم يلبيها برنامج الكويك بوكس. فأجينا بدأنا ب 2005 في برنامج الحناوي. برنامج الحناوي وضعنا فيه كل خبراتنا، وضعنا فيه تقريبا كل الملاحظات اللي طرحها علينا الكاستومرز العملاء. برنامج الحناوي انبنى بشكل كبير جدا بملاحظات من المستخدمين، ملاحظات من الستاف تبعنا، ملاحظات كنا نقرأها من النت ونشوف شو المتطلبات اللي دائما بيطلبها المستخدمين. البرنامج عبارة عن مجموعة من الموديولز، مجموعة من أنظمة مترابطة في برنامج واحد، كلها في برنامج واحد تحكي مع بعضها. يعني أي عملية في موديول معين تؤثر على موديول آخر، وبالتالي ما في دبل ويرد، ما في دبل انتري، بيشتغل باللغتين العربية والإنجليزية. حاولنا قدر الإمكان ولا نزال نحاول دائما أن نجعل البرنامج مبسط أو أن نجعله يلبي كافة الاحتياجات، وفعلا نستطيع أن نقول أن البرنامج يلبي احتياجات النورمال يوزرز، المستخدمين العاديين، مدققي الحسابات، أصحاب القرار، كل الفئات يستطيعون التعامل مع البرنامج. البرنامج هو الإصدار المكتبي نتحدث عنه. يوجد إصدار الموبايل ويوجد أيضا إصدار الإنترنت. Three of them are integrated مع سوا بنفس الداتابيز. يعني إذا أي عملية تمت from online يتم تأثيرها على الإصدار المكتبي، وأي عملية تمت من الموبايل أيضا يتم تأثيرها، كلهم في نفس الداتابيز. أو أي عملية تم تنفيذها في الإصدار المكتبي نستطيع مشاهدتها في الأونلاين فيرجن. يعمل باللغتين العربية والإنجليزية. هذا الملخص السريع عن برنامج الحناوي، وإلى اللقاء في تسجيلات أخرى. تقدروا تشوفوا الفيديوهات على اليوتيوب، تكتبوا حناوي سوفتوير، وتروحوا أيضا على تقريبا كل السوشيال ميديا، الفيسبوك واللينكدين والتويتر، ممكن تكتبوا حناوي سوفتوير وتشوفونا هنا. وشكرا لكم.